يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا في إحدى المراحل الدراسية درسا بعنوان ومعتصمة، وهي قصة المرأة المعروفة التي استغاثت برجل غائب، فهل هذا دليل على الجواز؟ وكيف نوجه طلابنا وأبناءنا حين شرح هذا الدرس؟ هذا ما هو من باب الاستغاثة، هذا من باب الندبة، أنها لما ضغطت وظلمها الكفار فهي ندبت المعتصم، تقول لو كان المعتصم يسمع كلامي لحصل منه كذا، فبلغ المعتصم هذا فأنجدها. ليس هذا من باب دعاء الغائب، إنما هو من باب الندبة. نعم.